والدك بهالمسلسل اشتغل تحت ادارتك. معظم الاعمال كان يشتغل مع بابا فيها معي. شو المسؤوليه اللي واجهتها؟ هلا شوف، انه بالنهايه انت كمخرج يعني بتتمنى يكون معك ممثل مثل رفيق سبيعي. صح. اذا في دور مناسب كيف اذا والدك فكيف اذا والدك، فاذا دور مناسب له يعني الواحد بده يتقاتل عليه مثل ما بيقولوا، ان شاء الله يقبل يعني. فكنت دائما احرص على انه يكون بابا موجود معي بالمسلسلات.